شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية احتفال القيادة العامة للقوات المسلحة الذي أقامته في مركز تدريب سيح الحمى بالعين بمناسبة تخريج الدورة التطوعية الثالثة لطلبة المدارس التي نظمتها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية واستمرت 4 أسابيع. حضر الحفل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبو ظبي، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واللواء الركن بحر طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، وعدد من الشيوخ والشيخات وكبار ضباط القوات المسلحة، وجمع من المدعوين من أولياء أمور وأقارب وذوي الخريجين. وأكد سمو الشيخ سيف بن زايد خلال الاحتفال أهمية مثل هذه الدورات التي أفرزت نماذج مشرفة من أبناء وبنات الوطن ونمت فيهم حب الوطن والقيادة الرشيدة، وعلمتهم الصبر والمثابرة في سبيل الوصول إلى الأهداف وتحقيقها، وحررت طاقاتهم الدفينة وأسهمت في تعزيز الجهد للارتقاء بالوعي لأبناء وبنات الإمارات من خلال تكريس مبدأ المشاركة وتأكيد روح الولاء والإخلاص والوفاء للوطن وقادته في نفوسهم لمواصلة المسيرة المذفرة التي سطرها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وبهذه المناسبة قال الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان وأخوه الشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان إن مشاركتهما جاءت بدعم واهتمام مباشر من والدهما سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وتأكيده لهما أن خدمة الوطن وقيادته الحكيمة التي سهرت على تحقيق الأمن والأمان لأبنائه واجب على كل مواطن ومواطنة، وأن ما ستحظيان به من مهارات عند انتهائكما من متطلبات البرنامج التدريبي الصيفي التطوعي سيعود بالنفع عليكما شخصياً وذهنياً وصحياً وعلى الوطن. وعبرا عن فخرهما واعتزازهما بهذه التجربة التي ساعدتهما على اكتشاف ذاتهما وطاقاتهما وقدراتهما على مواجهة المصاعب، والتي استثمراها بشكل أفضل خلال فترة الدورة العسكرية، مشيرين إلى أن الدورة العسكرية التطوعية أسهمت في غرس روح الولاء وحب الوطن في نفوس الطلاب، وذلك للحفاظ على أمنه واستقراره، إضافة إلى تزويدهما بالعديد من المهارات العسكرية الشاملة. وكان الحفل قد بدأ بعزف السلام الوطني، بعدها تليت آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم مر الخريجون والخريجات من أمام المنصة الرئيسة على هيئة استعراض عسكري عكس المهارة العالية التي يتمتعون بها. وقدم الخريجون لاحقاً عروضاً في فك وتركيب المسدس والبندقية M16 والرشاش، إضافة إلى عروض رياضة الجيوجيتسو والقتال في المناطق المبنية وتطهير الخنادق واستعراض المهارات العسكرية التي تلقاها الطلبة والطالبات، وساهمت في إكسابهم العديد من المعارف والخبرات العملية التي تساعدهم على خدمة وطنهم بالشكل المطلوب. وأدى الخريجون القسم قبل انصرافهم وهتفوا بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله.